احتفلت شركة كوندور إلكترونيكس بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من ماي كل عام، وكرمت العاملين لديها. ونصبت هي الشركة خيمة عملاقة بوحدتها للطاقة بولاية برج بوعريج. وقال الرئيس والمدير العام لشركة كوندور عبد الرحمن بن حمادي إن الشركة لديها برنامج سنوي لتكريم العاملين فيها. وبالمناسبة كشف بن حمادي عن أسباب نجاح شركته، مشيرا إلى أن قوتها انطلقت من مكونات التخطيط وحرية المبادرة، بالإضافة إلى الاعتماد على الجودة. خلال العام المنفرد تعزيز مركزها وتركيز مكانتها رائدة في طريات الشركات التي تقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والموبايل واللوحات الشمسية، كان ذلك بفضل الله ثم بفضل قدراتكم على التطوير ودخولنا في قطاعات عمل جديدة وتبنينا لأفضل الممارسات الإدارية وأساليب العمل الخلاق. لقد كان العام 2015 حافلاً بالإنجازات الهامة والنتائج المتميزة والنجاح المضطرد، فقد زاد معدل النمو في نسبة المبيعات زيادة عن العام الماضي زيادة نحسد عليها تقدر بأكثر من 50%. وعملاً بقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، التفت عبد الرحمن بن حمادي إلى هذه الفئة من الذين فقدوا أبائهم وأوليائهم من العاملين القدامى. مجلس الإدارة لمشروع التخطيط الاستراتيجي مع شركة إرنست أند يونغ، وهي من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال، فقد تركز العمل خلال الفترة الماضية على البعد الاستراتيجي، وسوف تلمسون بأنفسكم على المستوى العملي تغييراً ملحوظاً خلال الأسابيع القادمة. ولا يفوتني هنا أن أتوجه إليكم بالشكر نيابة عن مجلس الإدارة على أدائكم المتميز خلال هذا العام، والشكر موصول أيضاً لحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه للمنتوج الجزائري من دعم مما كان له الأثر المهم والفعال في مؤازرتنا ودعم توجهاتنا المطروحة في النمو والتوسع. أجواء والاحتفالية تحولت بعدها إلى دموع بعدما استقبل الرئيس والمدير العام لشركة كوندور العاملة راضية، وهي فتاة في 25 من عمرها فقدت رجلها إثر حادث مرور أليم كاد أن يودي بحياتها بعد خروجها من مقر عملها بشركة كوندور. وقد تكفل عبد الرحمن بن حمادي بعملية زرع الرجل المفقودة في الخارج، كما أعلن تكفله بعملية جراحية أخرى ستجريها عن قريب بفرنسا.